أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وسليمان علما
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد قال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس
فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضى برحمتك في عبادك الصالحين
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبن عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت وأوتيت من كل شيء ولك عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل
فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله لا هو رب العرش العظيم. الله لا بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. Oh.
الساجة أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فأما الجحيم هي المأوى أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك إنما أنت منذر يسألونك عن الساعة أيان مرساها من ذكراك فيما أنت من ذكراك إلى ربك إنما أنت إنما
أنت منذر من يخشانا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم ولأمواتنا وأموات المسلمين ولكل ما كان في سببه وأسيتنا والأخرى عليها المباركة. ولو كانت الدنيا تدوم عليها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا. إنما الدنيا تفنى ويفنى لعينها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كنا نسمع غرير كلمة زيكم العالم الخرابي فضيلة الأستاذ الخارق الشيخ عبد العزيز عاصم الزناني خريج مصر العالم الإسلامي والمقيم خريج نوايا تتبع لمركز الملك الشيخ العذراء سكاتوه صومالية الصناديق الدخان ومزق محلاتكم الكبرى المهندس طلعت عبد الجاي والمقيم المعروف بقر الشعري العذراء. حضرة السادة المعازين الكرام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.